أولا وحان سلام يا قدون كبرلمانك وحان كل سلام يا حلبانة الفدرالك هل كان كجديدي سمناركا برلمانك لبادي كل مدو وحان وهم هاد علني إنا وحان وهم هاد علني إنا علني يا حلبانة ذا كل مدو صاح هذا الشركة وحان كل وهم هاد علني إنا وزارة دارمها قدها ونقص عيدا يسيب حق فرصة ماذا أنت كدب وحان رواينا عن أخريو أبرع الدور الشدة ما دام دم يكود الدور الشدة ويو كي شيء من أخريو حان كوب لاوي النامر كبور رئيسا أرد كدي مركح الدمان نذا كلها شرعي دجين تقل مجو إيسكو إيسكو أحد دورتين قدوم كرسمي كأه كلها الدمان نذا وحي إيسكو أحد دورتين guddiga doorashada oo hoggaaminaya doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmud xilka guddiga wuxuu noqonayaa fududeynta qabashada doorashooyinka daah furan oo xor iyo xalaal ah sida uu qabo qodobka 47 ee dastuurka dowlad goboleedka galmud doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmud farqadiisa koobaad madaxweynaha dowlad goboleedka galmud وإن أي دورتان قولها شرعي دجنتا دولت قبلية كلمة فرقاد اللبات ويران سد حميلوت لبا تيرادة قويد أي قولها شرعي دجنتا دولت قبلية كلمة وإن أي جوغان وعوذين تدور الشرع مدحوينها دولت قبلية كلمة فرقاد سد حاد وإن أي مشرحين تأسو جيديان فردق قولها شرعي دجنتا ويران طبان حلبان قولها شرعي دجنتا دولت قبلية كلمة قدبك فرقاد أفراد مشرحة مدحوينة كسا وإن أم مشرحة نمديسة جارسية قولها شرعي دجنتا دولت قبلية كلمود وإن وبرنامج كدور الشد أسوى بندقة قولها شرعي دجنتا دولت قبلية كلمود مركا كدبنا مركا كدب دورنا يضل راعيو قيد سعود كان حرفك إيه عضينتا دور الشد مدحوينة دولت قبلية كلمود واقر سودي golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmud waxay madaxweynaha u dooranayaan murashaxa ku guuleysta aqlabiyada 3 meelood 2 meelood tirada guud ee xildhibaanada golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmud hadii murashaxu ku guuleysan waayo waxa codayn labaad loo qaadayaa 4 musharax ee ugu codka badan waxaana ku guuleysanaya madaxweynenimada dowlad goboleedka galmud murashaxii hela أقلبية الساده ميلود لبا ميلود عدد كثيرة جود إحمنها بارلمانكا قلها شرعي دجنتا دولت قبلية كجلمد حرف كدي مرشح يكو قوليس كو قوليسان واي عد بحين توريق اللبات وحا عد بحين توريق سدح اللو قاضي لبا دا مرشح اقو عد كبضان وحانا مدحوينها دولت قبلية كجلمد كو قوليسان ايا مرشح يهلا عد هل دير افيفتي بلاسون اي ترد جود إحمنها قلها شرعي دجنتا دولت قبلیت که قلم دو شن دورشده مذاحونه که حیان که دولت قبلیت که قلم دو حالا مریا افراع دورشده مذاحونه دولت قبلیت که قلم دو قیب تلباد واجبات که شقق ای جدی که دورشونیک کو دیارین تجد ول که دورشونیک لوا حقیق جن تا اگر کلوگا به این جهی اولاد دورشونیک دیار ویهین ای دیار ویه سده وريتانكا أكونكا بانكيكا أو أي مرشحين تو كبحينيان لعكتا قدقا أقو آميين إن لغو قادو إن لغا قادو مشرح كستا قباشدة أراجيدة مشرحين تا حقيقين تا مشرح والبا وصوب وحي شروده إيالي مشرحين تا جيكادا وترتميا لح وعيقلين تا كو سافتان هنانكا عد بحين تا أوكا الرئيسة دورشدة تدوبا حاضرين تحبناها قولها وكلا ده قوب جوكا اه معانة الدورشة ده ايه اقلبية ده عود بحينتا سيديد وبينتا تلاد حبناها عودين يسيد اي عوداتك اوكالا جيبتين ساقال حلين تاوحي مرن اه او كدعا عود بحينتا طبعا ترينتا ايه انسحين تا عوداتك لديبي ايه كدو واقيد ده نتيجة ده دورشة ده كويد طبعا دارين تا مرشحين تا كو قوليستي
jugooyinka ay u tartameen. Laba iyo toban kulamada guddigu waxay qabsoomayaan markii ay goobjoog yihiin ugu yaraan saddex dalool laba meelood oo guddiga ka mid ah. Saddex iyo toban dhammaan kulamada guddiga waxaa shir guddoomiyaha guddiga hadduu maqan yahayna ku-xigeenka. Qaybta saddexaad habmaamuuska doorashada. Kalfadhiga shirka waxaa si rasmi ah u furaya guddoomiyaha baarlamaanka galmudug kadib markii uu hubiyo tirada uu ku furmayo kooranka. Labo xildhibaanada soo jeedinaya musharax murashaxa kama qayb noqon karaan soo jeedinta musharax kale. Guddiga doorashooyinka waxa ay soo bandhigayaan qaabka ay u dhacayaan doorashooyinka iyaga oo faahfaahinaya dhammaan tallaabooyinka la xiriira geeddi-socodka doorashooyinka guddoonka baarlamaanka. Afar goobta doorashada waxaa ka reeban taleefanada, kaamirooyinka, qalabka elektaroonigga si loo ilaaliyo habsami socodka doorashada. Codaynta waxaa mar kasta ugu horeynaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Lix waxaa ku xigaya xubnaha guddiga doorashooyinka. Toddoba xaadirinta iyo yeerista xildhibaanada codaynaya waxaa akhrinaya xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka islamarkaasna xubno ka mid ah guddiga ayaa ku dhawaaqaya magaca xildhibaanka codeeya. Sideed murashax walba waxa uu yeelanayaa wakiil u hubiya codaynta. Sagaal codadka xumaada waxaa isla xaqiijinaya xubnaha guddiga doorashooyinka. Toban tirinta codadka waxaa si rasmi ah u diiwaangelinaya saddexda xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyagoo buuxinaya foomka tirinta codadka, waxaana goobjoogayaal ka noqonaya wakiilada murashaxiinta. Kow iyo toban isugeynta codadka musharax murashax walba uu helay waxaa saameynaya guddiga doorashooyinka. Laba iyo toban natiijada doorashada waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmi. Saddex iyo toban haddii tirada murashaxiintu u kala tartamaya jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ay badan yihiin, dhegeysiga khudbooyinka iyo qabashada doorashooyinka waxaa laga dhigayaa maalmo kala duwan. Ilaalinta anshaxa. Qof walba oo saameyn toos ah ama mid dadban ku leh hannaanka doorashooyinka, ha ahaado xubin guddiga, murashaxa, xildhibaanada, howlwadeennada, goobjooge ama taageere, waxaa la farayaa in uu dhowro khudbada anshaxa ee soo socda. Kow in la ilaaliyo habsami socodka howlaha doorashooyinka. Labo in laga dhowrsado akhlaaqiyaadka aan ku habboonayn ama carqaladeynaya goobaha howlaha doorashooyinka socdaan. Saddex waxaa reeban bixinta, qaadashada ama dhiirigelinta laaluush lagu iibsanayo codad doorasho. Afar waxaa reeban dagaal, aflagaado, qaylo iyo wax kasta oo wax u dhimi kara dadka iyo hawsha socota. Shan in xil la iska saaro in hawsha maamul dhisidda u socoto si hufan. In guddiga doorashooyinka kalsooni lagu siiyo howlaha ay hayaan, faragelintana laga ilaaliyo. Toddoba kaliya waxaa si rasmi ah magaca guddiga ku hadli kara guddoomiyaha guddiga iyo qofka uu u tumado si loo ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta xubnaha guddiga doorashada. Wabillaahi tawfiiq. Waa socotaa wliaada shuruudaha musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isu soo sharixi kara muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda. Kow muwaadin Soomaali ah kana soo jeeda gobollada Galgaduud iyo mudug dowlad goboleedka galmudug, ahna muslim, guta waajibaadka diiniga ah. Labo caafimaadkiisa maskaxeed uu taam yahay. Saddex da'diisu aanay ka yareen 40 sano kana badnayn 75 sano. Afar in uu leeyahay aqoon aan ka yareen heer jaamacadeed ama waayo aragnimo hogaamin iyo maamul khibradeed oo aan ka yareen 5 sano. Shan
وإن أن لغو حكمين دمد عقابات لح وإن أن محكمة كو حكمين حد كذب كردن أه حقوق الإنسان تضوء إن أوديك دور شوين كأسوك بيو تاريخ نرويت كي تاريخ نرويت كيسا كيدا سيفيك يو لبصور نوع باسبورك حفيسك قبشة تكمنتي دم مرشحين تا وكل حيال الحرم تشير كله وحفرين سديد الصبح نما إلا أفرت قلب نما معلومها كقرن جدول كدور شدة سديد إن مرشحة وترتم يحل كمدحوينا دول الجولات كقل مدقو بحيو العقد أن لباتن كن مدحوينا كحوين كنا تمن كن أضلال ودي كدور شوين كمدحوينا أي مدحوينا كحوين دول الجولات كقل مدق سلام مبان أكون نمبر صدني سدح صدني سجال كنتني سجال وأنا لوع لين دوني قدر كسجالات وقدم بيه